مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة إن في مجهولين أطلقوا نار تجاه قوة أمنية متمركزة بإحدى الكمائن بالبدرشين مساء أمس الأحد. نشرت مديرية أمن الجيزة عدة أكمنة بمداخل ومخارج منطقة البدرشين لمحاصرة المسلحين واللي نفذوا الهجوم. طيب كمان المصدر قال ان الهجوم الحمد لله ما اسفرش عن وقوع اصابات ما بين رجال الشرطه. استغل بقى المتهمين المنطقه الزراعيه اللي هي محيطه بالكمين وضربوا رصاص، وده اللي دفع طبعا رجال الشرطه شرطه الكمين علشان بيبقى فيه تبادل اطلاق الرصاص، وكمان اجبروا المسلحين على الفرار. نروح لخبر